بقى يعني دايما الجمباز كده معروف عنه كده، البنات اللي بيلعبوا جمباز بيبقوا معروف عنهم الرشاقه والحلاوه وفلكسبيليتي وكل التفاصيل الحلوه دي. قولولي، خليني ابدا الاول بساره. قولي لي يا ساره، انتي لعبه الجمباز الايقاعي انتي كنتي اصلا بتلعبي وانتي صغيره؟ يعني كنتي تلعبي رياضه الجمباز وبعد كده دربتي، ولا جت ازاي الموضوع، جه ازاي؟ لا انا اصلا كنت بلعب دايفنج، فمن الدايفنج لازم نتمرن جمباز عشان يبقى عندنا فليكسبيليتي واحنا بنعمل الفليبس وكده. اوكي، وبعد كده دخلت كليه تربيه رياضيه، انت كنت بتلعبي الاول، كنت بتعلمي الغوص وانت صغيره. فلازم عشان ننط ونعمل الشقلبات والحاجات دي لازم نكون بنتمرن جمباز. فدي كانت الاستوري بتاعتي، وانا اصلا طول عمري فليكسبل من وانا صغيره. بعد كده لما دخلت كليه تربيه رياضيه اتخصصت جمباز ايقاعي، وبدات انزل اشتغل من سنه اولى في نوادي وكده. فمن هنا بقى جت ان انا بقيت بمرن وفي نوادي وكده يعني. طب ليه اخترتي الجمباز الايقاعي؟ يعني عارفه انه حتى الجمباز بيبقى ليه، يعني في كذا جمباز، مش بس تخصص واحد، في كذا حاجه في هو الجمباز في منه فني كتير. وايروبكس وترامبولين، بس هو صح. بالنسبه لي كان الاحلى واللي انا كنت شاطره فيه اكتر ايقاعي، فانا اتخصصت فيه. اوكي، ده بس اكتر حاجه شدتك، دي اكتر حاجه شدتني. بتختاروا من الاول؟ يعني انتوا في الكليه بتختاروا من الاول، من اول سنه مثلا لا احنا التخصص، ولا بنيجي من بعد قد ايه؟ تالتة بيبدأوا يعملوا لنا تيست وكده، وبيشوفوا احسن ناس او اكتر ناس فلكسبل واكتر ناس عندها توافق وبتعرف تدانس وكده وتبقى عندها كيوجرافي كويس. بيبدأوا بقى في سنة رابعة ياخدوهم، ويبقى هو ده يعني الناس اللي دخلت التخصص يعني. الناس